الحاجه اللي زعلتنا شويه يمكن هي اصابه امام عاشور، وانا بطمن حضراتكم ان امام ان شاء الله من 7 ل 8 ل 10 ايام زي ما دكتور او طبيب الفريق قال ان امام هيكون من 7 ل 10 ايام ويكون متواجد مع الفريق. كلنا قلقنا من اللي قالها امام وطريقته وعياطه والكلام ده كله، ولكن امام لعيب من جواه عايز يعني عايز يلعب كل مباراه، عايز يروح يلعب مع منتخب مصر. خد بال حضرتك ال10 ايام دول منتخب مصر، وامام كان احد المرشحين او احد المتواجدين مع منتخب مصر. اعتقد دلوقتي هيروح يكشف ويشوف الطبيب المنتخب طبعا اذا اداله روي فيتوريا اجازه او ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، ولكن امام عاشور ما تقلقوش عليه من 8 ل 10 ايام زي ما طبيب النادي الاهلي قال في من خلال قناه النادي الاهلي في لقائه مع زميلنا فاروق صلاح. امام عاشور تم استبداله في الدقيقه 30 من عمر المباراه الحقيقه، وزي ما قلت لحضراتكم هو يمكن كان بيعيط او بيبكي فده قلق كل الجمهور، ولكن مره ثانيه عايز حضراتكم تطمنوا لو لقاء امام عاشور جاهز يا شباب ولا مش موجود معانا؟ معانا يعني لا انا مش بتكلم على لقاء امام عاشور، بتكلم على لقاء الدكتور اللي طمن فيه جمهور النادي الاهلي. لما تجهزوه قولوا لي بس عشان برضو نشوفه مره تانية علشان نطمئن كل جمهور النادي الاهلي من خلال طبيب الفريق اللي ان شاء الله وزي ما حضراتكم سمعتوا اتكلم وقال ان امام عاشور زي الفل ان شاء الله من 8 ل 10. دي لقطات وهو خارج وزميلنا فاروق صلاح قال له الحمد لله كل شيء جيد وكل شيء كويس، فانا عايز حضراتكم بس تطمنوا ان شاء الله امام 10 ايام ما فيهاش مشكله، تعدي يا عم امام ان شاء الله وترجع لنا بالف الف سلامه. طيب خلينا نروح نشوف ايضا او نطمن على امام عاشور من خلال دكتور احمد جبر الله طبيب النادي الاهلي في لقائه مع قناه النادي الاهلي. من جديد بجدد تحيه بكابتن ايمن شوقي وضيوف الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان مصر كلها وكل جماهير النادي الاهلي طبعا الان على امام عاشور، والجميع عايز يطمن على حاله امام عاشور. اللي يعني خلينا نطمن بشكل اكتر مع الدكتور احمد جبر الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي. دكتور احمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. السؤال الاول والاهم، طمنا على حاله امام عاشور، الجميع في حاله قلق، كلنا شفنا شكل اصابه امام عاشور، التاثير على امام عاشور، طمنا وحطنا في الصوره دكتور احمد. الحمد لله اولا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، والحمد لله احب اطمنكم على امام. يعني هو اتعرض لكدمه جامده شويه في الساق اسفل الساق وعند الكاحل، الحمد لله عملنا له اشعه وطمنا عليها، ويعني يعني مده الغياب ممكن ما تعداش ان شاء الله 10 ايام او 8 ايام باذن الله. 10 ايام الحمد لله يا دكتور، شفنا التاثير صوره امام عاشور خلعت قلوب بكل جماهير النادي الاهلي باذن الله نتعامل معها بشكل سريع ويرجع في اقرب وقت ان شاء الله للفرقه. سرعه التعامل مع الاصابه، احد افراد الجهاز الطبي دكتور عبد المجيد مع حضرتك خد اللاعب وراح المستشفى، ايه التفاصيل اللي تمت في المستشفى هناك يا دكتور؟ الحمد لله هو راح طلع باللاعب على اقرب مستشفى لينا، وكان في تواصل حتى واحنا على الدكه على نوع الاشعه اللي هنعملها وبلغني بيها، والحمد لله انا طمنت عليه من قبل ما يوصل. هو لسه واصل واحنا اصلا عندنا دلوقتي يعني زحمه شويه وعندنا حفله تجهيزات. هو بس الحمد لله اطمنا عليه وفحصه كويس، بس يعني هي مده الغياب ممكن من 7 ايام ل 10 ايام، والحمد لله بنبدا النهارده بدا العلاج على طول معانا. انا بقى هتكلم عن التجهيزات اللي بتتم بعد المباراه، وعندنا طبعا انت عارف ان مجموعه من اللعيبه الدوليه خلاص هتضم لمنتخباتها الوطنيه، يبقى عندنا سفر لتنزانيا، في تطعيمات طبعا بتتم في افريقيا برضو، يعني قربنا من الصوره دي يا دكتور، وعارف ان حضرتك قدرت ان انت يعني تنظم هذه الامور لبعثه النادي الاهلي. الحمد لله احنا يعني موضوع ضغط الماتشات وما عندناش وقت، فنسقنا الجزء ان في تطعيمات تتحدد قبل السفر، خصوصا ان احنا النهارده هيبقى اول اخر تجمع بيننا مع اللعيبه، خصوصا هيبقى في فتره اجازه، تجمعنا مع اللعيبه وخصوصا بالتنسيق برضو يعني الدكتور محمد ابو العيلة انا مبلغه الاجراءات اللي احنا هنبقى خدها، تطعيمات بسيطه بس بحيث ان اللعيبه الدوليه واللعيبه لما تتجمع يبقى قبل السفر بيوم او يومين كلنا جاهزين اللعبة تتمرن ونسافر باذن الله لتنزانيا يعني. اخيرا مش هطول. طيب انا بس حبيت اطمن حضراتكم طبعا ده كان لقاء زميلنا فاروق صلاح عامله مع دكتور احمد جبر الله
طبيب النادي الاهلي وكان مذاع في الاستوديو التحليلي مع كابتن ايمن شوقي. وانا بس حبيت ان انا اجيبه مره اخرى علشان حضراتكم بس تطمنوا للي ما شافش الاستوديو التحليلي يشوفه مره تانية من خلال 8 او 10 ايام سيكون امام عاشور جاهز ان شاء الله مع النادي الاهلي.